حياكم الله مشاهدينا ويسعد لمساكم في ثالث أيام شهر رمضان المبارك برنامجكم المتميز برنامج فوالة مع ضيوفكم أكيد المتميزين دائما اللي يكونون معانا في هذا البرنامج المتميز. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم في برنامج فوالة. اليوم ثالث ليلة من ليالي رمضان أكيد مرت وايد سهلة لأن فعلا بدينا الحمد لله نتعود على الصيام وأيضا جمعات العائلية من أروع الأشياء أكيد. في رمضان أنا أول ما بدينا قلت لهم اثنين ما شاء الله ما شاء الله اليوم تشيل لبس حسيت إن صج صدق زهذة نقدر نعرف شو بتسوون اليوم اليوم عندنا الجيمات هي الجلسات عائلية طبعا شيء مهم جدا يعني مثل ما نشوف الحين مع التطور الناس صارت وايد على السوشيال ميديا والواتساب وكل شيء بس الحين نحن وايد نقدس هذا الشيء يعني خاصة في رمضان الكل يسافر ويطلع من كل مناطق مختلفة من العالم بس عشان يلتم مع العائلة لأن هذا شيء مهم خاصة أنا كعلي يوم أدخل في مجال الطبع إن كان رياضي اقتصادي اجتماعي شو ما كان وايد يفتح لي أبواب تبقى الأجر موجود الحمد لله. تكسب محبة الناس شكلين رسمات على فكره مسح احسن لا بس الخط وايد عليك روعه حلو انا ارسم ارسم اكتب اي شيء شوف اخاف تكنسلون الحلقه لا لا عادي شو اكتب اكتب علي انا اعرف ان شاء الله تفهموني يا يلا نبى رسم مش كتابه بس ابا الجيمات نبى رسم الجيمات بس نحكي شايفه لازم تقيميني مع الرسم لا صراحه الفوالة ضابطة خلاص هاي مسحين 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 قبل شوي كنتوا تتكلمون على الألعاب نحن بعد جايبين كيرم اليوم لو حد يبي يلعب ويعطيكم العافية نورتونا علي بن كمال مقدم برامج أطفال وأيضا شيماء أحمد المغيري فنانة تشكيلية ترسم في الرمل نورتونا اليوم صحيح سهام أكيد طبعا ونشكر خالاتي اللي ما قصروا ما شاء الله عليهم هاي ثالث يوم معانا وتكونوا ما شاء الله عليهم سوالفهم الحلوة التراثية أو حتى بالأشياء اللي يقدمونها